بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة رضي الله عنها، على ما انتهينا من وفاة زوجته صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، وعمه وفاة عمه أبي طالب. زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة رضي الله عنها، وعلى الرغم من ظروف المحن والشدائد التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، إلا أنه لم يألو جهدا في مواساة أصحابه في مصائبهم. ففي شوال من السنة العاشرة بعد البعثة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. لقد كانت سودة من أوائل المسلمين، وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة. تكلم عن الهجرة، تكلمنا عن الهجرة الأولى والهجرة الثانية. هاجرت مع زوجها، هو اسمه السكران بن عمرو، فتوفي عنها. وتقديرا لها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام لماذا تزوجها، ما الحكمة من هذا الزواج، يعني عند الكلام عن أمهات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض الدعوة إلى قريش فما قبلوا، ماذا فعل؟ هاجر إلى الطائف. لما هلك أبو طالب، ونالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تناله منه في حياة عمه أبي طالب، لأنه كان سندا له. عمه أبو طالب كان سندا للنبي صلى الله عليه وسلم كما مرت بنا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف، من بني ثقيف، والمنع بهم من قومه، يعني حماية، طلب نصرة والحماية، ورجاء أن يقبلوا منه الإسلام. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف التقى سادة ثقيف يوم ذاك، التقى مع سادة ثقيف يوم ذاك. من هم؟ أبناء عمرو بن عمير الثلاثة، عبد يا ليل ومسعود وحبيب. عرض عليهم الإسلام هؤلاء الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام فلم يقبلوه منه، بل سخروا منه. وعندما يئس صلى الله عليه وسلم من خير في ثقيف، طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتموا عنه، ما دمتم أنتم لم تقبلوا الإسلام على الأقل يعني اكتموا، لا تتحدثوا عن دعوتي إليكم إلى الإسلام. فلم يقبلوا منه بل سخروا منه. وعندما يئس صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يكتموا عنه فيما دار بينهم حتى لا يثيروا عليه الناس، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، فأخذوا في سبه والصياح به، بدأوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعون أصواتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة، يعني عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، حائط المقصود يعني المزرعة، وكان كلاهما في مزرعة وهما فيه. ورجع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف، وجلس في ظل شجرة عنب،
وابن ربيعة ينظران إليه وريان ويريان ما لقيا من سفهاء الطائف. فلما اطمأن في جلوسه جاء دعاء المشهور عند الناس، وإن كان الدعاء هذا الدعاء لا يصح لكن عند الناس مشهور، بدأ يدعو لكن لا يصح. يجوز لك أن تدعو بهذا الدعوات لكن لا تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. أنتم مشكلتكم إيش؟ يعني بعض الناس، مش قصدكم أنتم، بعض الناس يشوف التلفاز ويأخذ دينه من ماذا؟ من ما يسمى مسلسلات الدينية أو ما يسمى بكرتون ديني. هذه كلها أغاليط وأخطاء كثيرة جدا، بل ينشرون أحاديث موضوعة وضعيفة وغير صحيح، لا يهتمون في صحة الحديث. الدعاء المشهور يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا الدعاء، وإن كان جائز دعاء بها لكن لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أرحم الراحمين أنت، أرحمني إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري، إن لم تكن غضبانا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الدعاء جميل، إنسان يدعو لا بأس، لكن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، لأن الحديث لا يصح، لا يصح. عندما رآه ابن ربيعة على هذه الحالة أو على هذه الحال، تحركت فيهما عاطفة الرحم، فأمر غلاما نصرانيا يدعى بعداس، عداسا اسمه عداس، أن يقدم له عنبا. عداس هذا كان نصراني، فقدم لها عنب، وتعجب عداس لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، تعجب منه قبل أن يأكل، وزال عجبه عندما أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نبي، قال أنا نبي، فأخذ يقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه وقدميه صلى الله عليه وسلم. وحاول ابن ربيعة أن يصده عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلين له لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خيرا من دينه. طبعا في رواية جاءت، وهذه رواية أيضا مشهورة لكن لا تصح أيضا، أن سفهاء الطائف قعدوا للرسول صلى الله عليه وسلم صفين على طريقه، يعني صفوف، عملوا صفين على طريقه، فلما مر بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة، يعني ضربوه بالحجارة، وكانوا أعدوها حتى أدموا رجليه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من أشد ما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده. عندما لاقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقي من الابتلاء والشدة في الطائف، عاد إلى مكة مهموما. ماذا يرجع إلى مكة؟ ماذا يفعل؟ أهل الطائف ما قبلوا منه، لكن زاد همهم. عندما بلغ قرن الثعالب، قرن الثعالب أو قرن المنازل، بعث الله عز وجل إليه صلى الله عليه وسلم جبريلا ومعه ملك الجبال، وجعله رهن إشارته إذا أراد أن يطبق الأخشبين على أهل الطائف، أخشبين الجبلين يعني المقصود،
على أهل الطائف، وكان ذلك دعما معنويا كبيرا. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقضن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا بجبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال، ملك الجبال أول مرة نزل في هذه الحادثة، فسلم علي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، كما قلنا الجبلين، يعني أجعلهم أبيدهم كلهم بهذين جبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وقد حصل هذا، وقد أسلموا فيما بعد، وجاءه دعم معنوي آخر أيضا قبل أن يصل مكة، ألا وهو إيمان بعض الجن. بعض الجن قد آمنوا برسالته صلى الله عليه وسلم. ففي وادي نخلة قرب مكة، يعني أقام الرسول صلى الله عليه وسلم أياما، يعني باقية أياما، وخلى هذه الإقامة بعث الله عز وجل إليه نفرا من الجن استمعوا إلى القرآن، كان يصلي ويقرأ القرآن، استمعوا له فآمنوا به. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في سورتي الأحقاف والجن، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ذهبوا إلى قومهم يدعون إلى قومهم إلى الإسلام وإلى التوحيد. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وأيضا قد ذكر الله عز وجل في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يعني يهدي إلى طريق الصحيح إلى الإسلام، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فتركوا الشرك، تركوا الكفر، فتوجهوا إلى الله عز وجل وإلى الإسلام الحق. وقد ثبت خبر قدوم الجن على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما في البخاري أيضا، وذكر ابن حجر أدلة تؤيد أن ذلك كان عندما راجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف. ثم اشتد الله أزر نبيه صلى الله عليه وسلم بهاتين الحادثتين، فقام نشطا في الدعوة إلى الله عز وجل غير آب بما يواجهه من أساليب الخصوم هم الكفار قريش. عندما عزم على دخول مكة ماذا حصل؟
في عودته من الطائف، قال له زيد: كيف تدخل عليهم، يعني كيف تدخل مكة، كفار قريش كيف تدخل عليهم يا رسول الله وهم أخرجوك؟ فقال يا زيد: انظر ثقتي بالله عز وجل، ثقته بالتوكل على الله عز وجل. قال يا زيد: إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. هذه ثقة لو موجودة في عصر هذا لانتشر الإسلام، لكن الله المستعان، إلى الله نشكو أمورنا وأحوالنا. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلب جوار الأخنس بن شريق، يعني يريد حماية من أخنس بن شريق، فجبن، صار جبان، وتعلل بأنه ماذا يقول: حليف، والحليف لا يجير، أنا حليف قريش فارس لا أستطيع أن أحميك، كما يقول يعني. وطلب ثم بعد ذلك من جوارا حماية من سهيل بن عمرو، فرفض بحجة ماذا؟ أن بني عمرو لا تجير على بني كعب. وأخيرا أرسل في طلب الجوار من؟ المطعم ابن عدي. والله هذه قصة لو تقرأها لا تستطيع أن تصبر، كيف هذا الرجل فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تتألم. انظر، هذا كافر استجاب إلى حماية النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم من أولاد المسلمين لا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم، لا بدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، ولا دفاع عن عرضه، ولا دفاع عن صحابته، ولا دفاع يعني بإقامته لسنته في حياته، حتى التطبيق السنة ما عنده. هذا الكافر انظر كيف حمى النبي صلى الله عليه وسلم، وكافر مشرك، لكن رجل بألف رجال. المطعم ابن عدي استجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا قال له في هذه القصة، فاستجاب لذلك وتهيأ، مع أنه خطر عظيم، هو وأهله وأولاده يعني يقابل قريش، وتهيأ هو وبنوه لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة يعني حقيقة مؤثرة جدا. قال ثم جاء حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم للمطعم ابن عدي هذا الصنيع، ومن قبله صنيع أيضا في نقد صحيفة المقاطعة، هو الذي تسبب في نقض الصحيفة، تكلمنا عن نقض الصحيفة. فقال يوم أسري بدر، النبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة قبل قتلهم، يعني هم كفار قريش أبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم، لتركتهم له، يعني لعتقت رقابهم. هذا الحديث رواه البخاري، يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعطي الجميل لهذا الرجل. لو كان المطعم بن عدي حيا ثم يعني طلب مني، كلمني في هؤلاء، يعني اتركهم ما اقتلهم، لتركتهم له. لم يقيد هذا الجواب حركة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدعوة إلى الله عز وجل. عندما هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة ماذا فعل؟ أبو بكر خرج رضي الله عنه في من خرج مهاجرا إليها، حتى إذا بلغ برك الغماد، منطقة اسمها، لقيه من؟ ابن دغنة سيد القارة، فرده إلى مكة وأدخله في جواره في حمايته، ثم قال له: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. ثم اشترطت عليه قريش بعض الشروط لابن دغنة، قال: يأمر أبا بكر، لابد أن تقول له أن يعبد الله عز وجل في داخل داره،
ففعل أبو بكر رضي الله عنه ما طلب منه، وبنى مسجدا في فناء دار في الحوش يعني، ليصلي فيه، فكان إذا صلى وقرأ القرآن ما وقف عليه النساء المشركين وأبنائهم يعجبون منه، لأنه كان يبكي رضي الله عنه، رجل أسيف كما وصفته عائشة رضي الله عنها، صديقة بنت الصديق، أسيف حزين يعني ورقيق القلب، وهو يقرأ القرآن يبكي. فأفزع ذلك قريشا خشية إيمان الناس بالقرآن، خشية إيمان الناس بالقرآن، فطلبوا من ابن دغنة، أن يطلب من أبي بكر عبادة ربه في داخل داره من حيث لا يسمع أحد، يعني في بيته وليس في فناء دار، فناء الدار حيث يسمعه الناس. وجاء ابن دغنة قال له: فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد ذمتي، يعني حمايتي. خلاص، ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: فإني أرد عليك جوارك، يعني حمايتك، وأرضى بجوار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثقة قوية جدا، موقف عجيب، هذا الموقف يشبه بموقف عمر رضي الله عنه. تكلمنا عن عمر رضي الله عنه، رد جوار خاله العاص بن وائل رغبة منه أن يكون في جوار الله ورسوله كسائر المستضعفين ممن يرتفع الكفار عن إجارتهم. هذا يستفاد من هذه القصص، ذكرنا أن اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين كانوا سادة ثقيف يوم ذاك لدليل على أهمية دعوة الزعماء الذين ينساق وراءهم الناس. فالإنسان ينبغي يدعو الرؤساء، لا يكتفي بدعوة عوام الناس. وعندما رفضوا دعوته علم أن غيرهم سيرفضوها، فلذا لم يستغرق مقامه بالطائف وقتا طويلا. ثم أيضا يستفاد منها هذه القصص إن صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على معارضي قد بلغ حدا عظيما، فعلى الرغم ممن واجهه به أهل الطائف من سوء في المعاملة، إلا أنه لم يطلب من الله عز وجل إحقابهم، بل دعا الله عز وجل أن يهديهم، فاستجاب الله عز وجل لدعائه، وذلك بدليل قدوم ثقيف عليه مسلمة، كلهم أسلموا بني ثقيف بعد حصار الطائف ورجوع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. أيضا يستفاد إن لقاء الجن بالرسول صلى الله عليه وسلم بنخلة دليل على وجود الجن، بعض الناس ينكرون الجن وأنهم مكلفون، وبعضهم مؤمن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، منهم مسلم ومنهم غير مسلم، وأن منهم من آمن بالله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كفر ولم يؤمن، وهذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة كما ذكر الله عز وجل. أيضا يستفاد من هذا الحديث أو هذه القصص: لقد كان إيمان الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ناله ما ناله على أيدي ثقيف تسلية من الله له أنسته، وأكدت له أن الله عز وجل لن يتركه، فإن تخلى عنه أهل الأرض إلى حين ففي العوالم أخرى أيضا من الجن والملائكة من يشد أزره ويؤمن به، وأن الله عز وجل الذي حول الجن وهم في أصلهم من شرار الخلق الله عز وجل من نسل إبليس اللعين إلى مؤمنين ودعاة إلى هذا الدين الجديد، لقادر على تحويل عتاد كفار قريش وغيرهم في هذا العصر، وعتاد وبني ثقيف الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، جعلهم
قلبهم إلى أن يكونوا من المؤمنين ودعاة بعد حين، دعوا إلى الإسلام، وقد كان ذلك كما قلنا. أيضا يستفاد إن من مآثر الجاهلية ذلك العرف الذي كانوا يحترمونه، ألا وهو الجوار، يعني الحماية، وهو ما يعد من مآثر كثيرة من الدول الحديثية الآن، ويعرف بحق اللجوء السياسي كما نقول بمصطلح، كما يقولون بمصطلح الدبلوماسية، حق اللجوء الحديثة، وهو ما يمكن أن يستفيد منه الدعاء تبليغ دعوته إلى الناس. يعني لو كان في بلاد المسلمين ضيق ولا يستطيعون يعيشون، إذا أتوا إلى أوروبا لا يتركون دينهم، بل يتعلمون دينهم ويدعون إلى الدين. فرصة هذه الآن، ربما هذه فرصة عندنا في هذه البلاد، قد لا يوجد فرص هذه فرصة في بلاد المسلمين، من الاضطهاد ومن الابتلاء. فإنسان يستغل الأمن، أمن النعمة من نعم الله عز وجل. أيضا يستفاد من هذه القصة إن إسلام عداس دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع من الطائف من دون نتائج إيجابية، لأن عداس آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل رجع بما هو خير من حمر النعم، فقد هدى الله عز وجل عداسا كما ذكره ابن حجر في كتابه الإصابة، فقد هدى الله عز وجل عداسا على يديه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أيضا يستفاد إن في قصة هجرته إلى الطائف وما لاقاه من أذى من سفهاء الثقيف لعظة وعبرة للدعاة الذين يتأسون بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ما لقي من المشاق في سبيل إقامة الدين، فمن باب أولى أن يلقي الدعاة أشد من ذلك، فعليهم أن يتهيأوا لذلك، لأنه طريق الأنبياء والصالحين، ولأن حكمة الله اقتضت ألا ينتصر هذا الدين بدون عمل وجهد البشر، فلا بد أن يبتلى والداعي لا بد أن يصبر. أسأل الله يتوب علينا ويغفر لنا ولكم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.